اليوم السابع 35,000 جنيه مكافأة الفوز للاعب المنتخب خارج الأرض. سوبر كورة، اتحاد الكرة يصرف راتب شهرين ونص للجهاز الفني للمنتخب. فيتو تعرف على سبب الأزمة بين هاني رمزي ومجلس الجبلية. الوطن سبورت، أجيري يشيد بحارس أنفي الصاعد برغم رباعية المقصة. الفجر، شوبير من الصعب تطبيق تقنية الفار. الوطن سبورت، المسابقات تدعم وجود الحكام الأجانب في الدوري، وبيراميدز يعترض على التسعيرة. الفجر، الإسماعيلي يحسم مصير عصر. الشروق، غدا مؤتمر بريزنتيشن واتحاد اليد لإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتنظيم كأس العالم. السلة، يغادر الأنجولا للمشاركة في تصفية المونديال. محمد صلاح يعيد جدل السخرية من راموس بتغريدة. كورة، صلاح يحصد جائزة محمد بن راشد للرياضي العربي المتميز. أعز المواعيد المتوقعة لمباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز، واللقاء قد سكاي نيوز، مصادرة ممتلكات رونالدينيو بسبب ديون مليونية.